الكرة تبعد 37 متر عن مرمى نصاك، كرة ملعوبة عالية من حشيش والرسيب، هدف أول، هدف أول عن طريق عبد العزيز فلاتة. كرة جاءت بعرضية من حسين عبد الغني، لكن عمر هوساوي هو صاحب هذا الهدف، ارتقاء عالي والكرة في الناحية اليمنى البعيدة عن حارس المرمى عبد البسيسي، والهدف الأول لصالح النصر، هدف في الدقيقة 23 من زمن شوط المباراة الأول، من كرة ثابتة ومن كرة عرضية أيضا من حسين عبد الغني. نشاهد الكرة عالية والرأسية جاءت، وهدف أول لإعادة مرة أخرى، وهدف أول لصالح النصر. نتابع شوفوا أي من الرأسيات كانت، عبد العزيز فلاتة ولا عمر؟ لا عمر، والهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 23. عرضية كانت عالية مقوسة، كانت باتجاه